يعتبر الأطفال الصغار لطيفون في معظم الأوقات، لكن بعض الآباء يستحقون ميدالية ذهبية لتحمل الطرق التي يقدم بها ملائكتهم الصغار بعض المفاجآت غير السارة. إليك بعض الآباء الذين ندموا ربما على إنجاب طفل. يمكن أن تكون جلسات التصوير الاحترافية طريقة رائعة لتذكر معجزة الولادة، ولكن ليس هناك ما يضمن كيف ستكون ردة فعل المولود الجديد ليصبح عارض أزياء لأول مرة. خذ على سبيل المثال هذه الأم المسكينة التي حصلت على أكثر مما أرادت عندما تصورت بشكل خطير بالقرب من فم طفلها. آمل أن تكون قد أكلت بالفعل في ذلك اليوم. قرر هؤلاء الآباء حمل طفلهم الثمين بينهم في صورة مؤثرة، لكن من الواضح أن طفلهم كان لديه أفكار أخرى. في ذلك العمر عندما تحتاج لقضاء حاجتك ستفعل ذلك بدون تفكير، على الأقل يعرفون أن تصويبه دقيق. في صباح أحد أيام أكتوبر من عام 2004 كانت جينا براون تتابع روتينها المعتاد عندما قررت التحقق من أطفالها الصغار إيثان وإيميلي، ووجدت مشهدا من الفوضى الكاملة. كانت إيميلي قد حصلت على جرة من زبدة الفول السوداني وكانت تدهن أخاها بلون بني ذهبي لطيف. انتشر الفيديو منذ ذلك الحين وألهم العديد من الفيديوهات الأخرى. كان ذلك صباحا واحدا لن تنساه جينا، بعد تلقي مكالمة من جارها ضابط الشرطة يقول فيها: تعالي بسرعة أطفالي، هناك أشياء في كل مكان، الزوجة في الخارج. خافت امرأة من الأسوأ. عندما وصلت اكتشفت أن الأطفال المؤذيين قد خلقوا للتو حمام الفقاعات الأعظم. سيعلم هذا والدهم تركهم للعب في أجهزتهم الإلكترونية. يحب الأطفال الصغار أن يكونوا مبدعين وسيستخدمون أي شيء يمكنهم وضع أيديهم عليه لإطفاء الحيوية على روائعهم. تخيل فقط النظرة المرعبة على وجه والدي هذه الفتاة بعد أن دخلوا ليجدوا أنها تقطع الأوراق النقدية. لحسن الحظ هذه ورقة 100 يوان وتبلغ قيمتها حوالي 14 دولارا فقط، ولكن وفقا لهذه الصورة لا بد أن هذه الطفلة السعيدة بالمقص قد كلفت والديها ما يزيد قليلا عن 300 دولار. هناك قول مأثور: الصمت من ذهب إلا إذا كان لديك طفل صغير. في هذه الحالة يكون الصمت مريبا للغاية. تعلمت إحدى الأمهات ذلك بالطريقة الصعبة عندما أدركت أن طفلتها البالغة من العمر عامين كانت هادئة للغاية أثناء رعايتها لشقيقها المولود حديثا. بعد تتبع آثار أقدام مرسومة في غرفة المعيشة وجدت ابنتها مغطاة من رأسها حتى أخمص قدميها بطلاء أبيض مع العلبة المفتوحة خلفها. ربما يكون الحمام السريع قد نظفها، لكن لا بد أن والدتها المسكينة قد قامت بكشط طلاء الأرض لأسابيع. للأطفال طرقهم الخاصة للتعبير عن حبهم، وملاحظة التقدير هذه هي بالتأكيد اكتشاف حلو ومر. من الرائع دائما رؤية الأطفال وهم يتدربون على خط يدهم، ولكن غطاء سيارة الأب ليس هو المكان الأفضل لذلك. ربما رسم سانتا أيضا، لكن لدي شعور بأن هذا الطفل الصغير سيكون على قائمة المشاغبين هذا العام. يبدو أن الأطفال الصغار ينجذبون إلى أي شيء قادر على إحداث فوضى، وسيحرص والدا هذا الصبي الصغير على عدم ترك علبة من المرهم على الجانب مرة أخرى. من الواضح أنه رأى تلفزيون ذو شاشة مسطحة بمثابة لوحة مثالية لبعض الأعمال الفنية التجريدية، أو ربما لم يعجبه العرض الذي كان يعرض. في كلتا الحالتين سيتطلب ذلك بعض التنظيف الجاد. في بعض الأحيان يكون الأطفال أنفسهم هم من يغطون في الفوضى، وهذه الفتاة بالتأكيد ستحتاج إلى أكثر من مجرد حمام سريع. أعتقد أنه عذر جيد لمنح الحمام تنظيفا ضروريا. يقولون أن الأطفال لا يقضون وقتا كافيا في الخارج بعد الآن، وربما هذا هو السبب. لا بد أن كونك مسببا للمشاكل بدوام كامل أمر مرهق للغاية، وقد تعرض هذا الطفل الصغير للإرهاق لدرجة أنه انتهى به الأمر إلى النوم متلبسا بالجريمة. يبدو أن الإسراف في إناء كامل من المربى كان له تأثير معاكس لفرط النشاط السكري لأنه يغط في نوم عميق. لا يمكنك القول إنه لا يبدو حلوا. قد يكون لص المربى النائم لطيفا، لكن مشهد الرعب هذا هو بالتأكيد قصة مختلفة تماما. يمكنك أن تسمي هذا الطفل الصغير بوكاسو، ويبدو أنه قد تعب تماما بعد إنشاء هذا العمل الفني الممتلئ بالمخلفات. حسنا سأتوقف الآن. هذه بالتأكيد صورة واحدة يمكن عرضها في يوم زفافه. يقال إن الانتقام هو لعبة طويلة في بعض الأحيان. هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تبقى بعيدا عن متناول الأطفال، وآلة الحلاقة الكهربائية هي بالتأكيد واحدة منها. أصيبت إحدى الأمهات بالرعب في مايو عام 2019 عندما اكتشفت أن ابنها تيدي كان يركض بعد حلق رأسه، ثم التفت إلى أخته إلويز التي لم تعجب بتسريحة شعرها العشوائية الجديدة.
في النهاية كان لابد من حلق رأس تيدي تماما، ولكنه سينمو مرة أخرى على الأقل، وسيكون لديهم قصة رائعة يروونها لاحقا. لدى الأطفال والحيوانات رابطة خاصة، لكني لست متأكدا من أن والدي هذا الطفل الصغير سيصدقان أن الكلب هو المسؤول عن ديكور الحائط الجديد. النظرة على وجه الكلب تقول كل شيء، ويبدو أن معظم التلوين حدث في جسمه على أي حال. إنه ليس الجرو الوحيد الذي تحول في نهاية المطاف إلى عمل فني. ما عليك سوى إلقاء نظرة على هذا الكلب المطيع الذي ظل ثابتا تماما بينما يخطط عليه هذا الطفل الصغير، حتى أنه حصل على نظارات زرقاء. تحقق من هذا الكلب المرقط أيضا الذي يبدو رائعا للغاية بعد الحصول على بقع ألوان إضافية. إنه لأمر لا يصدق مدى الفوضى التي يمكن أن يحدثها طفل واحد، وبالتأكيد لا توجد طريقة لإنكار ذنبهم بعد القبض عليهم متلبسين. لابد أن هذه الطفلة كانت مستيقظة طوال الليل تعمل على هذا المشهد من الدمار الكامل، ولكن بطريقة ما يبدو المهد المجاور لها نظيفا في الغالب. هناك دائما شقيق واحد فوضوي. يحب الأطفال المبالغة في تقدير قدراتهم الخاصة، وأراهن أنه عندما قررت هذه الفتاة الصغيرة أنها كانت كبيرة بما يكفي لاستخدام المرحاض الكبير مثل أي شخص آخر، لم تكن تتوقع أن ينتهي بها الأمر في هذا الموقف السيء. إنه أمر مثير للإعجاب حقا أنها تمكنت من وضع نصفها السفلي بالكامل في المرحاض، لكن هذا الوجه هو طلب واضح للمساعدة. على الأقل حدث فشل التدريب على استخدام الحمام داخل منزلهم المريح، على عكس هذا الطفل الصغير الذي قرر أن يأخذ هذا المرحاض لإجراء اختبار في وسط متجر مزدحم. يحب الجميع التظاهر بأن مطابخ الاستوديو الأصلية هي مطابخه من وقت لآخر، ولكن هذا بالتأكيد يأخذ الأمور خطوة بعيدة جدا. حصل أحد المتسوقين في لوز على مفاجأة حياته بعد سماع طفل ينادي لوالده ونظر لأعلى ليرى هذا. تبين أن ترك الأطفال بعيدا عن أنظارك ولو لثانية واحدة هي لعبة خطيرة عندما يتمكنون من الذهاب إلى أي مكان تقريبا، والطريقة التي ينظر بها والده إليه تخبرني أنه فعل هذا من قبل. أراهن أن ركوب الرافعة كان يستحق ذلك تماما. من السهل التقليل من شأن عقل طفل صغير، وقررت فتاة صغيرة مراوغة تذكير والدتها بمدى ذكائها من خلال الشعور بسعادة بالغة في أمازون. تم تكليف كيتلين البالغة من العمر 6 سنوات بطلب دمية باربي في عيد ميلادها، ولكن عندما ظهرت شاحنة توصيل ضخمة أدركت الوالدة خطأها بسرعة. تم تفريغ ما قيمته 350 دولارا من الألعاب صندوقا تلو الآخر، ولكن تم إرجاعها جميعا بسرعة وتم معاقبة هذه المحتالة الصغيرة رسميا. من المهم أن يتحمل الأطفال قدرا أكبر من المسؤولية مع تقدمهم في السن، ولكن في بعض الأحيان يرغب الآباء في أن يكونوا قد فعلوا ذلك بأنفسهم في البداية. هذا هو الحال بالتأكيد لأم واحدة طلبت من ابنتيها إطعام الكلب فقط لتجد هذا المشهد المحرج في المطبخ وكلب العائلة في غيبوبة طعام. الحب الأخوي يثلج الصدر، لكني لست متأكدا من أن هذه الفتاة الصغيرة ستحظى بالعديد من الذكريات الجميلة في جلسة تصوير هذه مع شقيقها الرضيع. قد تكون غافلة تماما، لكني أتساءل كم من الوقت استغرقت هذه الابتسامة حتى تتلاشى بعد أن أدركت ما حدث. ستكون هذه بالتأكيد صورة مثيرة للاهتمام لإعادة إنشائها لاحقا مثل صوري سابقا مقابل الآن. لا يوجد شيء آمن من أيدي الأطفال الصغار، لذلك من الأفضل دائما إبقاء أي شيء ذا قيمة بعيدا عن متناول اليد. تعلم أحد الآباء ذلك بالطريقة الصعبة عندما عاد إلى جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به ليجد أن جميع المفاتيح قد سرقت. أعتقد أنه لن يعمل من المنزل في أي وقت قريب. أخذ رعب آخر الأمور إلى أبعد من ذلك من خلال اتخاذ قرار بإعادة تصميم جهاز ماك بوك الخاص بوالديهم باستخدام أقلام التلوين. إذا لم يكن تدمير الكمبيوتر المحمول سيئا بما فيه الكفاية، فقابل هذا الطفل البالغ من العمر عامين والذي تمكن من تمزيق 1060 دولارا من أموال والديه دون أن يدركوا ذلك. كان بين وجاكي بيلناب يدخران المال لشراء التذاكر الموسمية لفريق كرة القدم بجامعة يوتا عندما اختفى المغلف الذي يحتوي على النقود فجأة. في النهاية اكتشفوا الدولارات المدمرة في آلة التقطيع واتصلوا بمكتب يتعامل مع استبدال الأموال المشوهة، ويعترفون الآن أنها ستصنع قصة زفاف رائعة ذات يوم. تم التقاط هذه الصورة في الوقت المناسب لأن هذا الآيفون لم يكن لديه فرصة أمام هذا الطفل الصغير. لا يظهر وجهه أي ندم، وهذا يبدو كأنه حالة اختطاف. أتساءل عن كمية الشوكولا التي كان على والدته أن تساومها لجعله يبتعد عن المرحاض ببطء. بمجرد أن تصبح والدا فقد حان الوقت لتوديع خصوصيتك مع الصغار الذين يتبعونك إلى أي مكان.
شاركت إحدى الأمهات هذه الصورة المرحة لإثبات مدى ضآلة الوقت الذي تقضيه بمفردها عندما اختلس طفلها حول الباب بعد أن ذهبت إلى المرحاض. ولكن كيف يمكنك أن تغضب من هذا الوجه؟ هناك بعض المناسبات التي لا يتم فيها الترحيب بالضوضاء المستمرة ومستويات الطاقة العالية المستمرة للأطفال الصغار، والصباح الباكر هو بالتأكيد أحدها. استيقظ هذا الأب المسكين بشكل فظ عندما قرر ابنه الصغير الوقوف على وجهه في السرير. إنه لأمر مثير للإعجاب حقا أنه لا يزال يبدو نائما. إذا كان هناك شيء واحد يقضي الأطفال الكثير من الوقت في فعله إلى جانب تلويث حفاظاتهم فهو الصراخ والبكاء. لقد اندهش أحد الوالدين من مستويات الضوضاء الهائلة التي أحدثها هذا الإنسان الصغير، لدرجة أنهم قرروا شراء مقياس الديسيبال، والذي قدم قراءة قدرها 109.7 ديسيبال. بالنسبة إلى بعض المنظور يكون هذا الصوت أعلى بمقدار 9.7 ديسيبال من دراجة نارية وجزازة العشب وآلة ثقب الصخور. من الأفضل الحصول على بعض سدادات الأذن. يأتي إخراج الأطفال إلى الأماكن العامة مع مجموعة جديدة من التحديات، وحتى أصغر الأشياء يمكن أن تسوء. ما عليك سوى التحقق من هذه الفتاة الصغيرة التي ندمت على الفور بعد الشرب من قارورة مياه كبيرة عندما انسكبت على وجهها في منتصف الرحلة. وجه والدها يعبر عن كل شيء. دعنا نأمل فقط أنهم أحضروا ملابسا إضافية. يعد الانتهاء من وقت العشاء بنجاح إنجازا رئيسيا للوالدين، لكن تناول الطعام في المطعم هو لعبة مختلفة تماما. فقد تخيل الإحراج الذي تشعر به والدة هذه الفتاة الصغيرة التي من الواضح أنها لن تتأثر بوجبتها وفضلت أن تكون مقلوبة رأسا على عقب. قد يقول البعض أن هذا فن أداء لأنها تحاكي شريحة الدجاج المهجورة. من المحتمل أن يحاول معظم الأطفال الذين يسيئون التصرف إعادة تصميم المنزل في وقت ما، ومن الواضح أن هذين الاثنين قرروا إحضار الطقس البارد إلى الداخل عن طريق إنشاء بعض الثلج المزيف. النظرة على وجه الفتاة هي شعور واضح بالذنب، لكني أراهن أنهم لم يشعروا بأي ندم لأنهم حصلوا على الكثير من المرح. حشو الأريكة ليس العنصر الوحيد الممنوع القادر على تقليد مشهد شتوي. على الرغم من ذلك اتضح أن رغوة الحلاقة الخاصة بالأب يمكن أن توفر أيضا وقتا رائعا عندما تطلع على هذه الوجوه، ولكن ربما ليس من الممتع جدا تنظيفها. الفضول هو أكبر عيوب الطفل، وهذا الرضيع لا يعرف أفضل من السير مباشرة في طريق من الإسمنت المصبوب حديثا. رد فعل والدته يلخص كل شيء، ولكن يجب أن تكون أيضا فخورة لأنه تمكن من أخذ العديد من الخطوات دون الانقلاب بالكامل. بدون إشراف مستمر لا يمكن معرفة ما قد يحصل عليه الأطفال، وتسبب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في حالة من الفوضى في نزهة عائلية في عطلة نهاية الأسبوع في عيد العمال في عام 2017 عندما تم العثور عليه وهو يركض بسكين. بفضل غريزة والدته سريعة التفكير تمت مصادرة السلاح بسرعة، لذا لم يحدث أي ضرر حقيقي، وانتشر هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. إذا لم تكن والدا فربما تكون هذه الصورة بمثابة كابوس كامل، ولكن إذا كان لديك طفل صغير فقد تكون هذه ظهيرة يوم سبت عادي. على الأقل يمكن لهذا الأب المسكين أن يغتسل سريعا في البحر، ولكن لا يمكن قول شيء نفسه عن هذه الأم التي ربما لم تكن تتوقع الاستحمام عندما تدت نظارتها الشمسية في الصباح. كما رأيت يمكن للتربية أن تكون صعبة. هل تعاملت مع أي شيء كهذا من قبل؟ أخبرني في التعليقات أدناه. وكالعادة شكرا للمشاهدة.